السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير متابعي الكرام. بسم الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا وصفة لذيذة ومفيدة، مكوناتها جدا بسيطة وبعيدة عن اللحم وعن الفروج. قررنا أنه ناكل الوجبات بدون خبز، وهاي الوجبة كثير لذيذة، فتابعوا الفيديو نشوف مع بعض المكونات والطريقة. نحتاج إلى حبتين من البطاطا، وحبة من الباذنجان، وحبة من الكوسة، وخمس حبات من الطماطم أو البندورة، وبصلة واحدة، وست أسنان من الثوم. بعد ما غسلنا الخضار وقشرناها راح أقطعها مكعبات. مكعبات بهذا الحجم، ما تزغروها كثير ولا تكبروها لأنها راح تذبل أثناء الشوي بالفرن. تضيفوا لها أي نوع فلفل أكم، الأخضر، الأصفر، الأحمر، كثير لذيذة مع هاي الوصفة. هاي الأكلة أعزائي ممكن نتناولها بأوراق الخس، ممكن نتناولها مع البرغل والشعيرية، ولكن أنا قررت أنه أكل الوجبات بدون خبز، فتناولت هاي الوجبة مع أوراق الخس وكم ملعقة من البرغل. يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأخيرا راح نقطع البندورة ونحط كل المكونات بصينية الفرن ونخلطها مع بعض. أما بالنسبة للبهارات أعزائي، فحطيته ملعقة وسط من الكزبرة، ملعقة وسط من الفلفل الأسود، والملح. يفضل أن تحطوا الملح الهملايا، كثير مفيد خاصة المريض الضغط. هاي عندي صينية الخضار جاهزة، راح أضيف لها البهارات، وممكن إضافة زيت الزيتون، تصير عندنا الأكلة صحية أكثر. بالنسبة لي لأني أعاني من مرض السكر، فناولت الكوسة والباذنجان مع الفلفل الأحمر والبندورة بأوراق الخس وكم ملعقة من البرغل. أطيب أكل بالعالم. وهاي صينيتنا جاهزة، ويكون الفرن شغال ساخن مسبقا. قبل ما نحطه بالفرن نحط كوب قبل ما معجون نحطها الطماطم. بالفرن راح نضيف لها عصير الطماطم. ضفنا لها كوب ونص، ملعقتين من معجون الطماطم مع راح ننقع ورق الزبدة مشان تمسك بالصينية حتى ما تنشف عندنا المرقة. ضفت على الوجه الصينية، حطينا ورقة الزبدة. بعد ما نقعناها بالماء حتى تمسك بالصينية، بقت تقريبا نص ساعة بالفرن. وهاي بعد ما طالعناها من الفرن ما شاء الله ريحتها شهية والطعم جدا لذيذ، فأنصحكم تجربوها. وهاي البرغل والشعرية مع عصرة ليمون. وصحة وألف عافية. أكلة صحية ومفيدة وتكاليفها قليلة، فأنصحكم تجربوها. شكرا جزيلا على المشاهدة. تحياتي لكم متابعي الكرام من وين ما كنتم عم تتابعوني. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة إذا تشاهدوها لأول مرة. وأهلا وسهلا متابعيني وكل مشترك جديد، نور القناة. أترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.